طابت أوقاتكم. بداية نشرتنا مع العناوين. عويدات القاضي عون التقط عويدات في قصر العدل، فماذا في التفاصيل؟ بري مرشحنا معروف ومرشحهم تجربة أنبوبية وسأحاول كسر الجمود. توتال أطلقت مناقصة شركات الحفر، الإقبال جيد. طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى وتنشر عبر سائر أخبارنا عبر otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وحساباتنا على تويتر، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك. نبدأ النشرة مباشرة من قصر العدل في بيروت، حيث وصلت القاضية غادة عون والتقت مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، وكل التفاصيل مباشرة مع الزميلة سينتيا يمين. سينتيا يعطيك العافية، ضعينا في تفاصيل هذا اللقاء وما سيترتب عنه. الله يعافيك ناتالي. نعم، كما ذكرت اليوم وصلت القاضية غادة عون مدعي عام جبل لبنان والتقت مدعي عام التمييز غسان عويدات. وصلت حوالي الساعة 12 الظهر، التقت مدعي عام التمييز، ومثل ما عرفنا أنه اللقاء ما دام طويلا إنما كان لقاء حوالي 5 دقائق فقط. قدمت خلاله القاضية غادة عون دراسة قانونية لمدعي عام التمييز غسان عويدات، هذه الدراسة حول طلبات الرد اللي كان قال أنه القاضية غادة عون عم ترفض أنها تتبلغ، وطبعا هي رد على مضمون الكتاب يلي كان ارسله مدعي عام التمييز غسان عويدات للقاضي غادة عون بالايام القليله الماضيه. وكما ذكرت القاضي غادة عون لما خرجت من مكتب مدعي عام التمييز غسان عويدات بانه الاجواء كانت ايجابيه، وكان عم ينتظر القاضي غادة عون عدد من المحامين بوقفه تضامنيه مع القاضي غادة عون ضد كل الحملات والتهجم يلي كانت تعرضت له خلال الايام الماضية، سواء من بعض المحامين أو من داخل الجسم القضائي أو من بعض النواب والكتل النيابية ومن بعض يلي كان عم بيحاول أنه يتهجم على القاضي غادة عون بعمل القضائي وملاحقتها للمصارف. فإذا هول المحامين احنا كنا التقيناهم يلي كانوا عم يتضامنوا مع القاضي غادة عون، وكانوا عم بيقولوا أنه وقفتهم هي مش فقط تضامن مع شخص القاضي غادة عون إنما مع أي قاضي بيقوم بعمله، خاصة مع الظروف الصعبة اللي عم بتعاني منها البلاد وعم بيعاني منها كل اللبنانيين، وأيضا المودعين يلي جنى عمرهم عم ينسرق، وبالتالي كل شخص معقول يكون مرتكب أو مشترك بسرقة جنى عمر اللبنانيين يجب ملاحقته، وهن كانوا عم يدعموا العمل القضائي. وأيضا كان في مطالبات من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب مقاتل بكف يده عن التدخل بالعمل القضائي وعدم التدخل لحماية المصارف بوجه المودعين. بدي أشير كمان أنه القاضي غادة عون بعد ما خرجت من مكتبها، إنما هي لا بعد ما خرجت من قصر العدل، إنما هي التقت أشخاص آخرين يعني غير مدعي عام التمييز غسان عويدات، ونحن بانتظار أنه تخرج. على ما يبدو رح تخرج بدقائق قليلة. طبعا نحن رح نكون عم نوافيكم بأي جديد بنشرة المسائية. نتعليه، شكرا لك زميلتنا سينتيا يمين، واي جديد طبعا ستكون عوده اليك، يعطيك الف عافيه. نقلت صحيفه الاخبار عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تاكيده ان مرشح الثنائي الشيعي معروف وهو سليمان فرنجي، معتبرا ان الورقه البيضاء سمته من دون ان تكتب اسمه، ولا يسع احد القول انه لا يعرفه، مشيرا الى ان في الجلسه الاولى للانتخاب في 29 ايلول حصل على 63 صوتا، النصف زائدا واحدا تقريبا، وهو لا يزال مرشحنا والجميع يعرف ذلك، مرشحنا جدي واكدنا عليه مرارا، اما مرشحهم فليس سوى تجربه انبوبيه كما قال. الى ذلك قارب رئيس البرلمان الاستحقاق الرئاسي تبعا لعده معطيات، مشيرا الى ان عدم تسميه فرنجي علنا لا يحجب واقع انه مرشح فعلي، الا ان عليه ان يقرر في اي وقت يعلن عن هذا الترشيح.
ليست المرة الأولى يترشح، وأوشك أن يصل إلى رئاسة الجمهورية عام 2015. أما دوافع التأخر في إعلان ترشحه للانتخابات لا تشترط سلفا ترشيحا مسبقا، فيعزوها بري إلى المحاولات المبذولة لتوفير أوسع تأييد له، محددا انتظار الوقت حتى يقتنع تكتل لبنان القوي ورئيسه النائب جبران باسيل بالانضمام إلى تأييد انتخاب فرنجي. وتوقف بري في هذا الوقت وفي الوقت نفسه عند الدعوة التي أطلقها باسيل الثلاثاء إلى إجراء حوار من دون انتخاب الرئيس، فيذكر بأنه وجه الدعوة مرتين إلى هذا الحوار فلم يستجب، واعتبر أن المشكلة التي يتخبط فيها الاستحقاق الرئاسي ليست بين المسلمين والمسيحيين ولا بين المسلمين والمسلمين ولا بين المسيحيين والمسيحيين، بل بين الموارنة والموارنة كما قال. أشار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال حفل تأبيني أقيم في بلدة حاروف الجنوبية إلى أن عدونا ظالم ومجرم إلى أبعد الحدود، والزينة التي يظهر بها أنه حامي الديمقراطية وحامي حقوق الإنسان هي زينة نفاق يريد أن يخادع ويضلل الناس من أجل أن يحكم بقبضته على مصالحهم، ومن أجل أن يقرر مستقبل أبنائهم، ومن أجل أن يسرق ويصادر ثرواتهم، ومن أجل أن يتحكم فيصبح هو الدولة الأولى المرفهة في العالم على حساب مظلومية كل الشعوب في العالم. ما نحن فيه الآن من أزمة على مستوى البلد وعلى مستوى منطقتنا كلها، لا نريد أن نتلهى أيها الأعزاء، يرشدوننا إلى أسباب تفصيلية للأزمة، والسبب الحقيقي العميق لأزمتنا هو وجود وحش كاسر في منطقتنا اسمه الكيان الصهيوني، وهذا الوحش الكاسر أحياناً يخرج عن إرادة مروضيه ويتحمل مروضوه المسؤولية أيضا عن كل ما يفعله هذا الوحش الكاسر. يريدوننا في بلدنا أن نتنازع مسلمين ومسيحيين وأن نختلف طوائف ومذاهب، وفي داخل كل طائفة ومذهب يريدون للناس أن ينقسموا ضد بعضهم البعض وأن يتقاتلوا مع بعضهم البعض، لكن يريدون أن يخضعوا كل العالم من أجل أن يهيئوا كل السبل من أجل أن يستخرج الإسرائيلي الغاز من بعض الآبار التي سرقها من مياه فلسطين. الرواية الكاملة لسلامة والمصارف السويسرية وتبييض الأموال تابع، أصول وحسابات محجوزة ولغز شركات فوري، تقرير ناسي صعب. بعملية معقدة أتمت عمليات تبييض الأموال التي يشتبه بأن حاكم المركزي اختلسها من مصرف لبنان عبر مجموعة كبيرة من الحسابات المصرفية التابعة لشركات أصحاب حقوقها الاقتصادية يتوزعون بين رياض سلامة وشقيقه رجب ومساعدته ماريان الحويك، أو عبر حسابات باسم سلامة نفسه، بالإضافة إلى حساب فتحه باسم مصرف لبنان في العام 2008 في مصرف يوليوس بار، وهو الشخص الوحيد المأذون له بالتوقيع على هذا الحساب. عمليا كانت ملاحقة الأصول والحسابات التابعة لرياض سلامة معقدة، علما أن النيابة العامة السويسرية أمرت بالحجز عليها في إطار التحقيقات التي تقوم بها وبدأتها في تشرين الأول 2020. والأسئلة تطرح اليوم عما إذا كانت هذه الأصول والحسابات ما زالت محجوزة، في وقت تؤكد معلومات الأو تي في أن المحكمة السويسرية وفي جلسة لها في أيلول الماضي رفضت فك الحجز. بين عملية اختلاس الأموال العامة من المصرف المركزي وعمليات تبييض الأموال عبر عدد من الحسابات المصرفية
اسم شركة واحدة فوري أسوشييتس، وفك بعض من ألغازها كشف النقابة عن وقائع كثيرة وخطيرة. فالمخالفات في ملف فوري لم تقتصر على عملها بل على إنشائها. هذه الشركة المسجلة في جزر العذراء البريطانية عملت كوسيط مالي من دون ترخيص المصرف المركزي، بانتهاك فاضح للقانون 234 الصادر في العام 2006 الذي يحكم أنشطة الوساطة المالية بضرورة الحصول على ترخيص مسبق من المركزي. حتى أن العقد بين مصرف لبنان وفوري يفرض علامات استفهام كبيرة، خصوصا أن التحقيقات أظهرت وجود عقدين مع فوري. عقد أول وقع عليه رياض سليمي كحاكم للمصرف المركزي مع شخص يدعى كيفن وولتر في 6 نيسان 2002، لكن أحدا لا يعرف من هو كيفن وولتر، إذ لا توجد أي إشارة إلى قرار المجلس المركزي حول تفويض حاكم مصرف لبنان بتوقيع عقد فوري، علما أن كل العقود التي وقعها المصرف المركزي مع أي فريق تستند إلى قرار من المجلس المركزي، كما أنه لم يتم العثور على كيفن وولتر خارج لبنان، وبالتالي فإن اختفاء شخص توقيعه موجود على عقد مع مصرف المركزي يعد مستحيلا. أما العقد الثاني فوقعه رياض سليمي كحاكم لمصرف لبنان مع شقيقه رجاء، والذي تملك السلطات القضائية السويسرية نسخة عنه، بالإضافة إلى نسخة يملكها مصرف HSBC سويسرا، حيث فتح حساب لفوري صاحب الحق الاقتصادي فيه هو رجاء سليمي. وللتذكير فإن التحقيقات السويسرية تطال مصرف HSBC الذي استخدم عنوانه في جنيف كعنوان لشركة فوري عند تأسيسها. أطاحت فكفكة ألغاز ملف رياض سليمي لا بنظام لبنان المصرفي والمالي فحسب، بل طال خطره النظام المصرفي السويسري. يجزم متابعون للملف أن سليمي سقط ولم يعد أحد قادر على حمايته، وأن المعركة التي انطلقت في مواجهة سماسرة صغار تدرجت إلى مواجهة مع واجهة منظومة إفلاس الدولة أي سليمي، حتى وصلت اليوم إلى مواجهة مباشرة مع عناصر هذه المنظومة، يشكل أداء نجيب ميقاتي أحد عناصرها في ظل مؤشرات إلى أيام صعبة ستفرضها المافيا الحاكمة في آخر محاولات إنقاذ نفسها. عقد لقاء حواري تشاركي وتفاعلي مع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام حول التسعير بالدولار في بيع التجزئة والمواد الغذائية والاستهلاكية بين الإيجابيات والسلبيات في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في حضور رئيس المجلس شارل عربيد ورئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني. وتم التشديد على أن القرارات المتخذة استثنائية ولسنا أبدا في إطار الدولة. ما فينا نعالج الوضع الاجتماعي بلا ما نعالج الوضع الاقتصادي، ولن نعالج الوضع الاقتصادي إلا ما يتوقف الاشتباك السياسي. بهذا الاشتباك السياسي، بهذا الواقع السياسي المأزوم، ما رح نقدر نحسن شيء. فدائما الدعوة هي للحوار، للتلاقي، للاعتدال، وهيدي مسؤولية كل القوى السياسية في لبنان. النقطة الثانية اللي متمناها هي عدم الارتجال بالقرارات ودرس كل قرار يؤخذ. ما عم ينعمل أي دراسة لوقع اقتصادي أو اجتماعي لأي قرار يؤخذ، وهيدي آلية مفقودة باقتصادنا، وهيدي آلية مفقودة عند السلطة التنفيذية في لبنان. الدعوة دائما هي لحتى ندرس القرارات، ما يجوا هيك على وهلة ويكون الوقع تبعهم على اقتصادنا كما هو عليه. نحن ولا مرة قلنا لا معالي الوزير ولا نحن أنه لازم المنتجات اللبنانية، يعني الصناعة الوطنية، انه تتسعر بالدولار، ما قلناها. فنحن اليوم هالهدف اللي النبيل الوزارة ومجلس النيابة عم بيقوموا فيه، بتمنى ما حدا يجرب يشوش عليه، لانه هيدا بيأذي المواطن. وتاني شيء، نحن مش بمنحة استعراضي او شعبوي، نحن مش بحاجة للشعبوية، نحن عم نحكي من موضع اجتماعي وانساني. ف بتمنى على الكل انه بهالمرحلة الدقيقة يلتزم بوطنية مثالية، وتحية لكل فريق وزارة الاقتصاد ولجنة النيابية للاقتصاد والتجارة على هالتعاون، ونقل راد معالي الوزير رح نكفي. هذا الاجتماع اليوم كان كتير مهم، لانه نحن قلنا انه العمل المؤسساتي هو السبيل الوحيد للنهوض بالبلد. ونحن إذا ما السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية والهيئات الاقتصادية والمجالس الاقتصادية دائما اجتمعت ودائما حكت ودائما ناقشت وطلعت بخلاصات مفيدة للبلد، خاصة بالوضع الراهن،
كمان بنكون مش عم نشتغل مزبوط، ولهذا السبب نحن بنتأمل انه هذا المسار نكفي فيه لقدام. طريقة الشغل اللي هي مانا مبنية على عمل مؤسسات هو اللي وصلنا للي نحن فيه اليوم، الظرف الاستثنائي اللي عم نحكي فيه اليوم. قرار اعتماد الدولار كمؤشر أسعار للسلع المستوردة اللي منشري بالدولار وعم تتداول بالبلد بالدولار رفع القناع عن العملة اللبنانية وبده يخفف من التضخم. رجاء ما بقى نسوق فكرة الدولرة، ما حدا جاي هلأ لا يدولر ولا في إمكانية للدولرة، ولا نحن اللي ضربنا العملة اللبنانية، نحن استلمنا العملة اللبنانية منهكة ما إلى مقومات. بقى اليوم مين بيقدر يربط سعر صرف الدولار وانهيار العملة بمؤشر اقتصادي؟ نحن قلنا هيدا قرار وبرجع بعيد استثنائي درس مع اللجنة النيابية للاقتصاد والتجارة، درس مع خبراء اقتصاديين مش مع الكل اللي بالبلد، لأنه ما فينا نجيب 7000 واحد لناخد قرار، واضطرينا ناخد قرار استثنائي لأنه لازم يتخذ بشكل سريع بوقت اللي بيطلع الدولار وبينزل من هذا المؤتمر الصحفي للي بعده 10000 دولار 10000 ليرة. توتال أطلقت مناقصة شركات الحفر، الإقبال جيد وبداية قريبة. تفاصيل في تقرير جورج عبود. على قدم وساق تحضيرات شركة توتال حول البلوك رقم 9 لا تزال مستمرة، بل أبعد من ذلك دخلت الخطوات التنفيذية لاختيار الفرق المسؤولة عن عمليات الحفر. معلومات الـ OTV بتشير بهذا السياق إلى أن الإجراءات التقنية المتعلقة ببدء الأعمال التمهيدية للاستكشاف وصولاً للتنقيب بحق الأعنى انطلقت جدياً. ففي حين توتال بحاجة لمتعهد بيلتزم أعمال الحفر، راسلت الأخيرة ودعت 12 شركة متخصصة بالحفر والتنقيب للمشاركة بالمناقصة. المعطيات إيجابية بأكد مصدر معني بالملف، فخمس شركات من أصحاب الخبرة بالمجال من جنسيات أمريكية وأوروبية أبدت اهتمامها وقدمت العروض يلي أصبحت بمرحلة الدرس من أجل أن ترسو المناقصة على إحداها. وبوقت يتوقع أن تعلن توتال نتائج الشركة الرابحة للمناقصة الشهر القادم. الأهم بالموضوع هو أنه الجانب اللبناني اشترط على توتال أنه تقوم الشركة الفائزة بالمناقصة بوضع جدول زمني محدد معروف وواضح التوقيت لاستقدام المعدات للبنان ومباشرة أعمال الحفر. مصادر مواكبة شددت على أنه باخرة الحفر تعتبر العقد الأساسي بانطلاق مسار التنقيب، ومع إنجاز العقد رح تنطلق الخطوات العملانية من دون أي عقبات صعبة، وتوقعت أنه يكون بداية عمل الحفارة بين أيلول وتشرين الأول. المصادر اعتبرت أنه 3 أشهر من أعمال الحفر تعتبر مهلة منطقية، وعلى أساس نتائجها بيتفرع الشق العملي على مراحل. فعند حفر المكمن الأول تبدأ عملية تحليل الداتا، ومن بعد تقييم البير، ثم ننتقل لرسم الحدود وأيضا تحديد الكميات إذا ما كانت تجارية، وصولا إلى المرحلة رقم 3 وهي التطوير والإنتاج. فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد. في تذكير اليوم عودة إلى موقف الرئيس عون حول احترامه للقضاء على عكس الآخرين في 18 أذار 2019. معركة الفساد بدأت، عم نسمع اعتراضات بهالمعركة، ما في حصانة على حدا، لازم يعرف الجميع أنا أول واحد متهم بالجمهورية اللبنانية وكنت رئيس الدولة 15 سنة، ما راح رئيس جمهورية على الخارج وبالداخل، ولا راح رئيس حكومة على الخارج وبالداخل، وين ما كان سؤال عني إلا قالوا عندي ملف مالي. كنت بريء، ما توسطت حدا حتى ياخذ براءتي ولا حكيت مع حدا. بعدين وقت اللي جيت لهون ورجعت اخذت براءتي من القضاء. انا النموذج للمتهم الاكبر بلبنان، كل واحد يتهم مجبور يمثل امام القضاء ولا بنكون امام مشكله كبيره.
وإلى أسرار اليوم. أشارت مصادر معنية إلى أن اللواء عباس إبراهيم يدرك جيداً الجهة اللي عرقلت التمديد له بالمديرية خشية ربما من مستقبله السياسي. اعتبر مرجع روحي كبير أنه الدور المسيحي بالدولة اللبنانية عاد إلى أسفل الدرك بعد نهاية ولاية الرئيس عون. لوحظ دخول عبارة الثلاثي المسيحي إلى سوق التداول الإعلامي بعد جلسة اللجان المشتركة بالأمس. فاصل جديد ونعود. أفادت وكالة رويترز نقلاً عن نائب في مجلس الدوما الروسي بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي بعد الأحداث في منطقة بريانسك. ونقلت وكالة تاس الروسية عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية كرملين ديمتري بيسكوف بأن بوتين سيعقد اجتماعاً مع أعضاء مجلس الأمن في 3 آذار. وأشار إلى أن بوتين يتلقى تقارير مستمرة من وكالات إنقاذ القانون عن هجوم مسلحين أوكرانيين، كاشفا أن بوتين ألغى زيارته المجدولة إلى أقليم ستافربول بسبب الوضع في بريانسك. وفي وقت سابق أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية قيام ما سماها بمجموعة تخريبية أوكرانية بالتسلل إلى منطقة في مقاطعة بريانسك الروسية، حيث نفذت عمليات إجرامية في المنطقة. أعلنت البحرية البريطانية وفق ما نقلت رويترز أنها صادرت أسلحة إيرانية بينها صواريخ مضادة للدبابات من سفينة تهريب في خليج عمان، موضحة أن السفينة الإيرانية رصدتها طائرة استطلاع أمريكية وتعقبتها مروحية بريطانية. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. للمزيد تابعونا عبر otv.com.lb وعبر مواقع التواصل يوتيوب، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، وتيك توك. شكرا للمتابعة. إلى اللقاء.